هل انت اصلا بترشح فكره انا اجيب تليفون مستعمل جدا وانا هوفر جدا؟ طيب لو انا هجيب تليفون مستعمل ايه الطرق اللي انا لازم اسلكها عشان ما اكونش ضحيه مصر، ما اكونش ضحيه تليفون مستهلك، واخد تليفون حاله استخدامه يقدر يقعد معايا؟ اول حاجه، وده سؤال كان بيجي لي كتير، ما تشتريش تليفون موديل سنه فاتت. يعني اخرك في التليفونات معروفه، ولدرجه دلوقتي بقى التليفونات بتسمى كذا كذا 2019 2020 2018. اولا التليفونات دلوقتي كماتيريال ما بقتش اللي هي تعيش مده كبيره، لان الاسعار قلت، عشان نبقى صراحه وفير مع بعض. نمره 2، اشتري تليفون موديل السنه اللي انت موجود فيها. في دلوقتي تقريبا 80% من الشركات بقت بتعمل عندها موقع، يعني هواوي عندها هواوي وارنتي تشيك، ابل عندها كده، سامسونج عندها كده، بيجيب لك تاريخ الاكتيفيشن بتاع الجهاز. ما تاخدش جهاز مستعمل اكتر من مثلا 6 شهور، ده نمره 1. نمره 2، لازم لما تيجي تشتري الجهاز اول حاجه تكشف عليها هي حاله البطاريه، وحاله البطاريه دي بتبان من جوه التليفون. نمره 2، لازم تعمل مناظره او بصه كده على الحاله الخارجيه للجهاز، لان لو الجهاز مخبوط من بره وانت شايفه من جوه سليم، هو ممكن بعد فتره الوقعه دي زي البني ادم بيجي له نزيف داخلي كده بعدها بفتره، ممكن تلاقي دي متاثره. فلازم تكشف على التليفون، تجرب اتصال، استقبال، ارسال، واي فاي، بلوتوث، تجرب كل حاجه في التليفون وانت واقف قبل ما تمشي من المكان اللي انت بتشتري منه. وثانيا، لما تيجي تشتري تليفون يفضل انك تشتريه من مكان معروف، او لو تشتريه من شخص عن طريق الاونلاين او عن طريق مواقع البيع، ده كلنا بنعمل كده، تروح تاخده منه عند بيته، عند المكان اللي هو موجود فيه، تروح تاخده من مكان معروف وموثوق.